المكاسب. وهذا ما نعتقده أيضا في مسألة ولاية الفقيه لعلماء عصر الغيبة، حكم ولائي صدر من الإمام الثاني عشر لغيبته سلام الله عليه. ولهذا بمجرد أن يظهر يستطيع أن يجري الأمر على حاله، ويستطيع ماذا؟ يقول ما أعطيتكم من الصلاحيات في عصر غيبتي الآن شنو؟ بعد ما عندكم صلاحية خلص. ليس من أجزاء الشريعة وجزء ثابت في الشريعة. الآن النظرية القائمة للسيد الإمام، السيد الإمام يعتقد أن نظرية ولاية الفقيه هي جزء ماذا؟ كما الله، التفتوا، كما الله جعل الولاية لرسوله وللأئمة، جعل الولاية لمن؟ ها؟ للفقيه في عصر الغيب. نحن نقول لا، جعلوا الولاية لله ورسوله جزء ماذا؟ من الشريعة. أما جعلوا الولاية للفقيه في عصر الغيبة، هذا جعل من؟ ها؟ وهذا هو نظر الشيخ المرتضى الأنصاري مولانا، وقرأنا للأعزة في المكاسب أن هذا. ولهذا قال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال فإنهم حجتي عليكم، ولم يقل فإنهم حجج الله عليكم، لم يقل عن رواة الحديث فإنهم حجج الله عليكم، قال فإنهم ماذا؟ حجتي عليكم. هذا